السلام سلام البنات، سلام 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 سلام. ما قداش ندوي ما قداش ندوي ما قداش ندوي ما قداش ندوي. نهضت لقيا الدرسة، نهضت لقيا الدرسة، نهضت لقيا الدرسة، ونهضت لقيا بالليل. حنت يا كريستي الدرسة درك تنوض عا بالليل بحال الدري قالت لي خارجين الطريق. تنوض تل جوج جوج ونص عاد تنوض لك تبدا تعدى فيك هادشي كله. مشيت عند الدكتور ديال دونت ديال هذا دونتي فريس، تي الدكتور ديال تمشي دونتي فريس تي هذاك وتي تلي صو سميتو هو صانع صانع الاسنان. صانع الاسنان صانع الاسنان ماشي هذا دونتي فريس. هذا هو راه بحال دونتي فريس سميتو دونتيست صانع الاسنان. يمشي يتعدو يوم مشيت عدو عندي واحد الدرس حفر ليا الاخرى اللي في جنبها ناضت ليا. جيت انا بخير شرب الدواء من اللي نوض ما ناضت ليا ما تنوض ليا حتى جوج ونص ثلاثه. وقالت لي نوضي يا نوضي نوضي دركا عاد بغيتك. وجلست عليا وهنا وتحفر تحفر تحفر وجبد ليا بحق ما خليت ما درت ليها. درت ليها النفحة مع راجلي كينفح، درت ليها النفحة، درت ليها الصباغة ديال الدفران، درت ليها القدح، درت ليها سميكتو، درت ليها الفول هذاك هذاك القطران ديال الفول المدمس، درت ليها القطران درت ما خليت ما درت ليها والو والو. نهضت ليا هو ملي مشيت عندو قال لي تصاوب فمك، قال لي تصاوب فمك ضروري خاصك هذاك هوليود سمايل. قلت ليه يا نصاوب علاش؟ قال لي كاع الفنانه صاوبوهم وانت معروفه وزعما عاطيه العين وراك قدام الشاشه صاوب اسنان. قلت ليه بشحال؟ قال لي 30 مليون 30 مليون انا كامل ما عنديش دار فين نسكن ب 30 مليون نصاوب فمي. واش بغيتيني نسكن في فمي؟ حتى الفنانة ما يحشموش بنادم ما عندو حتى فين يسكن ومصاوب فمو ب 30 مليون. يا ما دير فيها طواليط وسكن فيها، سكن في فمك. حتى 30 مليون راه تصاوب لك فيلا انفاس مع البحر جيت بوزنيقة تلقيمات مع الأزمة. قال لك نصاوب انا فمي، نصاوب فمي ب 30 مليون وما نعرفش نجاوب حتى الناس، ما نعرفش نقول حتى شكرا. ها راك اللي مصاوب فمهم ب 30. انا كنعرفهم انايا فنانه فنانه كبار معروفين زعما وراهم فنانه ومصاوب فمهم ب 30 مليون وما يعرفش يقول حتى ميغسي الا دويتي معاه. الى عدوى معاك القطران العسل كيتقطر من فمو غير بالهضره الخايبه. مصاوب فمو ما عندوش حتى فين ينعس وينعس على زربيه كاع موسخه. قال لي 30 ولي 30 مليون بس اكل الاقتصادي راه ولا عاب 18. 30 مليون دوك راه تجيب لك فيلا. قلت له خليها بحال راه حشومه حشومه تصاوبي فمك ب 30 درهم وبارك تاكلي في السلاوي داير جوج دراهم. ما راه ما تجيش. لكن انت غتصاوبي فمك راه خاصك تكوني ساكنه في فيلا بحال ديال رونالدو. ولا كنت غتصاوبي فمك خاصك تعرفي تدوي بيه. ولا كنت غتصاوبي فمك خاصك تصاوبي كلامك مع الناس. ولا كنت غتصاوبي فمك ولا انت غتصاوب فمك كهذاك الشيء اللي يشاط لك هضر مع جيرانك وتهلا في جارك. ها ماشي انت ما تعرف تقول تا ميرسي بالفرنسي ومصاوب داك الفم ومبيض وتقول صابغي لك بالجير ودير لا انا قلت لي لا. قلت لي عط فيها وخليها لي تما. قلت لي قتل لي العرق ساعه قتل لي العرق لهذيك اللي صحيحه وخليها لي المريضه. الليل كله يزدح زدح 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 وعيني يضرني يضرني عيني يضرني عيني ونحس بنايا صافي وليت نتخلخل نحس بالصدري وطالع لي الصداع والصهده من التحت طالع لي. ما خليت ما درت ليها درت ليها عاود ثاني درت الحنه خلطت الحنه ودرتها درت شويه ديال دوك نقيتها بداك العود ديال بوشنيخه. بوشنيخه نقيتها بوشنيخه ما بغا والو. عرفتي الدرسه ملي تقعد تنوض يا بحال الراقصات يا بحال الراقصات ملي يكونوا في هذاك حتى ملي يكونوا يشطحوا في مراكش وما يبغوش ينزلوا تقول تاي غرموا عليا ودوك راه كضرني. وقلت انا نيت نصاوب فمي انا ندير ليه نيت واقيلا هذيك سميتو هذاك الديماتخاج هذاك ندير ليه من هنا الديماتخاج على الاقل كل شيء زوين خاصني على الفم. ولكن قلت تنوجد فين نسكن ما يمكنش لي انا ما عنديش فين نسكن صوف امي هذوك اللي صايبتو فامكم كي كتحسوا كي كتحسوا دوك انتم مصاوبين فمكم بيد ها ولا سروال ديال القاطي من البال ب 50 درهم ها وانت راه ما يشوها
راه شوها الا كنتي غتصاوبي فمك راه خاصك تلبسي سروال كوتشي ها وتلبسي وتلبسي قرصون ارماني ها وديري صباط صباط ديري هذاك الصباط ديال لاكوست ها ديال ديك الضفدعه اللي حاله فما دايره هذيك تايا مصايبه فما هذيك الضفدعه مول لاكوست مصايب فمو ماشي عاد تنوضي تصاوب صايبه فمك ولابسه كارسون ديال الخيط دوك الكراس اللي كانوا ديال 5 دراهم بكري يا انا بغيت صايبه اي عاوتاني ضرتني شي ضرتني الدرسه هاد المره الا بغيتو تصاوبوا فمكم وصاوبوا على كلامكم وصاوبوا على حديدكم عن عباد الله وتعاونوا مع خوتكم الفقاره كاع اللي عاد مسكين بويت كاري ولا ذكري ليه شهرين ولا خلص ليه 3 شهور مسبقا عاد صاوب فمك يا سلامة. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك ولكن 1000 ساعات المشاهدة عندنا لك الحل حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100% حيث كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض لك ما عليك غير تواصل معنا وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.